الجانب الثاني، واحنا عايزين نتكلم على مباراه مصر وموزمبيق، رغم ان تاريخ الفراعنه دايما للكعب العالي على منتخب موزمبيق، ولكن النهارده محمد صلاح على موعد مع كسر العقده التاريخيه اللي ارتبطت بكل مبارياته الافتتاحيه مع منتخبنا ضد الفرق الافريقيه. يمكن محمد صلاح على مدار مشواره مع منتخب مصر في كل مبارياته الافتتاحيه مع المنتخب لا يحرز اهداف. النهارده باذن الله هيكون محمد صلاح على موعد باذن الله ان شاء الله لكسر هذه العقده ولو احراز هدف. ده بالنسبه للانجاز الفردي، الانجاز الجماعي نتمنى يا رب ان شاء الله المنتخب يكسب ويحقق الثلاث نقاط، لان ضربه البدايه مهمه جدا. ولكن الجزئيه المتعلقه بنجم كبير زي محمد صلاح، العالم كله بيتكلم عليه، ومحمد صلاح في الكوت ديفوار تحديدا هو النجم الابرز من كل فرق البطوله وبين كل نجوم البطوله ولاعبي البطوله. فالنهارده باذن الله هيكون صلاح على موعد مع كسر هذه العقده، لان في كل بطوله افريقيه مع موعد لقاء افتتاحي لمنتخب مصر يعني التوفيق ما بيكونش مع نجمنا المصري محمد صلاح. ولكن الجانب الايجابي وهو جانب تاريخي متعلق ان منتخب مصر دايما كعبه عالي، وكعب عالي مش كعب العالي بس على موزمبيق في النتائج، لا ده كمان موزمبيق وش السعد على منتخبنا الوطني. المباراه الافتتاحيه لما بتكون مع موزمبيق منتخب مصر بيصل للنهائي وبنكسب البطوله. نرجع مع بعض كده من اول عام 86، كاس الامم اللي استضافتها مصر في 86 كانت مباراه الافتتاح مع موزمبيق، كسبنا 2-0، كسبنا 2-0 ووقتها وصلنا الفاينل وكسبنا البطوله. في 98 لقاء الافتتاح كان مع منتخب موزمبيق، كسبنا ايضا 2-0 ووصلنا فاينل مع جنوب افريقيا وكسبنا البطوله. في 2010 في انجولا كانت مباراه الافتتاح مع موزمبيق وكسبنا 2-0 ولقاء النهائي كان مع غانا وكسبنا البطوله. انت بتتكلم على ثلاث مناسبات في امم افريقيا، ضربه البدايه مع موزمبيق تكسب وتوصل فاينل وتكسب البطوله. المباراه الرابعه منتخب مصر كان بيلعب مع موزمبيق في تصفيات كأس العالم 2014 اللي أقيمت في البرازيل، كسبنا 2-0 في لقاء الذهاب وكسبنا أيضا في لقاء الإياب 1-0 واللي أحرز الهدف محمد صلاح. هل ينجح صلاح في إحراز هدف مكرر بعد 9 سنوات في مرمى موزمبيق ليكسر العقدة التاريخية مع المباريات الافتتاحية، أم يكون هذا المكسب فرصة تاريخية لمصر أيضا للفوز على موزمبيق وتأكيد الجدارة التاريخية بالوصول للفاينل عندما تواجه موزمبيق في انطلاقة البطولة؟ دي نقطة مهمة جدا ليها علاقة بمباريات منتخبنا الوطني مع منتخب موزمبيق. بالمناسبة وأنا عايز أتكلم النهاردة على منتخب موزمبيق، موزمبيق على فكرة نقدر نقول المنتخب الوحيد الاستثنائي اللي بيشارك في البطولة ب 23 لاعب فقط، لم يستفيد من فكرة زيادة العدد إلى 27 أو حتى 25. المدير الفني اكتفى ان يكون معاه 23 لاعب وده الحد الادنى اللي حدده الاتحاد الافريقي، يعني النهارده يدخل قائمه مباراته مع مصر بال 23، مش هيكون عنده حد بره القائمه. ولكن اللافت للنظر ان منتخب موزمبيق النهارده عنده لاعب عمره 40 سنه وبيلعب في يو دي اس نادي في موزمبيق ولاعب محلي ولكن تاريخه كبير جدا مع المنتخبات في السنوات السابقه، عنده 40 سنة اسمه إلياس بيلمبي، 40 سنة أكبر لاعب في البطولة. وفي نفس الوقت في هذا الجيل من منتخب موزمبيق في لعيب رغم أن كابتن الفريق أو قائد الفريق عنده 40 سنة ولكن أصغر لاعب في الفريق عنده 20 سنة، فارق عمري كامل 20 سنة ما بين قائد الفريق إلياس بيلمبي مع رينيلدو. رينيلدو عنده 20 سنة وبيلعب في أتلتيكو مدريد في إسبانيا. وفي كمان لاعب عنده 20 سنة اسمه فاتزيو بيلعب في رافيارو الموزمبيقي. يعني فريق عنده معدل أعمار سنية متفاوت من 40 سنة ل 20 سنة. نجم الفريق حاليا بيلعب في نادي أتلتيكو مدريد الأسباني اسمه رينيلدو رقم 15. وبالتالي أنت بتتكلم النهارده عن فريق قوامه معظمه بيلعب في الدوري المحلي وعنده لاعبين محترفين بس بنسبة قليلة جدا ما بين إسبانيا وبلجيكا و تركيا. ده منتخب موزمبيق، واكيد الفارق الشاسع في القيمه التسويقيه لمنتخبنا الوطني اعلى كتير جدا من منتخب موزمبيق. طيب الجانب الثاني وهتكلم فيه عن مباريات افريقيا النهارده. النهارده احنا بنتفرج على ثلاث مباريات، نيجيريا مع غينيا الاستوائيه دي ضمن مباريات المجموعه الاولى،
وهذه المجموعه اللي تفوقت فيها الكوت ديفوار بالامس على غينيا بيساو 2-0 وبالتالي في الصداره. لقاء اليوم لو انتهى بالتعادل الايجابي هتتغير شكل المجموعه، لان بالتاكيد الكل كان بيتوقع نيجيريا مع الكوت ديفوار بنسبه كبيره جدا في المركز الاول والثاني. مصر وموزمبيق النهارده الساعه 7 وفي نفس اطار مباريات المجموعه غانا مع الراس الاخضر. ده قدامكم على الشاشه اهو جدول مباريات اليوم اللي هيتلعب النهارده باذن الله. ماتش الساعه 4 ده مستمر حتى الان، وفي ماتش الساعه 7 وفي ماتش تاني الساعه 10.